على غير ما تشهده من ازدحام عند قدوم رمضان، تبدو أسواق العاصمة صنعاء شبه خالية من حركة التسوق هذا العام. فالأزمة الاقتصادية الناتجة عن الحرب المدمرة التي تعيشها البلاد وما ترتب عليها من ارتفاع الأسعار وغياب الخدمات، حالت دون قدرة المواطنين على شراء مستلزمات الشهر الكريم من المواد الغذائية المختلفة وتأمين معيشتهم اليومية الواقعة تحت ضغط الحاجة. لأن رمضان بهذا الشكل سيكون يعني مخيف، سيكون مخيف في هذا الشكل مع الأسعار. يعني المواطن البسيط الذي لا يوجد لديه أي شيء، منين يأكل؟ منين يشرب؟ منين يمشي؟ منين يركب؟ الآن الراكب يمشي من أي مكان يعني ب 4000 5000 ريال. بين نار الأسعار وغلاء المعيشة تارة وغياب سلطات الدولة تارة أخرى، تتأرجح حياة المواطنين هنا ضحية احتكار التجار واستغلال أصحاب النفوذ، ما يعني تفاقم المعيشة وتوسع المعاناة وراء البحث عن أساسيات العيش. يوم الأول نشتري الطماط ب 2005، يوم الثاني ب 5.5 ب 4.5، لعبة تلعب الأسعار. التجار هذو أرهقونا، وضحونا أمانة. التلاعب بأسعار المواد الغذائية والعمل على تعويمها هو ما يضاعف من حدة الأزمة الاقتصادية، خاصة وأن أكثر من 13 مليون يمني يحتاجون لمساعدة إنسانية طارئة. هناك تجار يحتكروا بعض السلع إنها الأساسية، ومنها مما يؤدي إلى ارتفاعها في السوق، والشحات ما تكونش موجودة بشكل متكاثر، ما يؤدي إلى ارتفاعها وانعدامها وزيادة سعرها. الشعور بالفاقة والسأم من انكسارات المعيشة المتوالية هو لسان حال المواطنين هنا، فحاجتهم للخبز كحاجتهم للحياة التي تكاد أن تجف ومعها عرق اليمني المغلوب على أمره.